بالنسبه للتاخر ديال التساقطات كيرجع بالاساس لعدم استقرار في الجو وكثره ديال التلوث وديال بزاف ديال العوامل اللي كتاثر على الطبيعه. بالنسبه للتاخر ديال التساقطات المطر هذا العام اكيد عندها تاثير اللي هو فعلي واكثر منه تاثير نفسي على الفلاحه. فبالنسبه للفلاحه اللي كيعتمدوا على الفلاحه البكريه فاكيد راهم قاموا بالاستثمار ديالهم بالمجهودات ديالهم ورجعنا في الله انه يجي الري ان شاء الله. شنو نقول لك يا بني؟ وهي مذكوره في القران وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني بلاش ترى ما يكون والو. وانا كنقدر نقول العوامل ديال الطقس المناخ، يمكن غضب الله علينا، الله اعلم. وربي ما كينساناش، ربي كيرحمنا. دابا ان شاء الله طيح الشتاء ودابا ان شاء الله نترحموا، طلبوا الله خير والله يرحمنا، الله يرحمنا. باقي ما نقطعوش الامل، يا ان شاء الله باذن الله. باقي شهر 12، باقي شهر واحد باذن الله، طلبوا ربي خير وحنا ما نعرفوش يقسم الله، الله ما غاديش ينسانا. صراحة تأخر تساقطات المطرية رجع عدة أسباب، من الأسباب إحنا عندنا أسباب دينية وكينا أسباب علمية. صراحة تأخر تساقطات المطرية كيخلي أضرار كثيرة جدا على القطاع الفلاحي بالأخص، حيت القطاع الفلاحي هو المتضرر الأكبر من هذا تأخر تساقطات المطرية. هسه عندها بزاف ديال العوامل اخي. الاولى الايمان ديالنا بقى كيقلل بزاف، فهمتي. وثاني حاجه المنكر، ان المنكر لا يعد ولا يحصر، فهمتي. وحاجه اخرى اخي الزكاه، خصنا هاد الاغنياء يزكيون الفقراء بس ربي يرحمنا. والشمع كل شيء اخي ديالي، مع الخير، مع كل شيء، مع الرحمه. منزعجين من هذا الشيء هذا، وكل شيء ديال الله. يعني حنا كنتمناو الشتا طيح لحقاش، انتينا عارف الشتا مع الخير كامل وكل شيء بيد الله. حنا كنطلبوا الله انها طيح الشتا لحقاش، انتينا عارف الا ما كانتش الشتا بزاف ديال الحاجات كيكونوا لا من الامراض ولا من الغلاد المعيشه ولا من كل شيء، وكنتمناو الله طيح الشتا وهذا ما كان. السلام عليكم. بالنسبه للامطار اللي ما نزلتش هذا العام، كنظن بلي حنا بعدنا على الله تعالى، هذا هو السبب. وصحاب الاموال خصهم يؤديوا الزكاه ديالهم كما امر الله سبحانه وتعالى. هذا هو اللي كنظن انا، باش يعني الامطار ما طاحتش وتاخرت الامطار، هذا هو السبب الرئيسي، هو هذا، هو البعد ديالنا على الله تعالى. فلهذا كنصح نفسي اولا، والمسلمين ان شاء الله يتوجهوا الله تعالى بالدعاء الخالص ويجددوا الصلح ديالهم مع الله تعالى، ونطلبوا الله تعالى ان شاء الله يا ربي تعود علينا الامطار بالنفع ان شاء الله يا ربي. انعدام الامطار كيأثر بشكل مباشر على المواطن، ولهذا كنتمناو يعني نطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرزقنا في امطار الخير في القريب العاجل اللي غتعود بالنفع على بلادنا اللي هي بالاساس بلد فلاحي 100%، باش يمكن نكملوا في التنميه اللي كتنشدها بلادنا وديجا بدات فيها، ويكمل المخطط الفلاحي اللي غاديه فيه البلاد ديالنا. الخسائر اول حاجه الفلاحه، ثانيا السدود، شنو غنقول لك، الرحمه والمرض. كان مرطو كيجي المرض، كتجي بزاف ديال الحاجات كيجيو وليدي، الا ما طاحتش الشتا زعما. الصراحه الله الشتا معها كل شيء. انا قلت لك وجعلنا من الماء كل شيء حي. اكيد التاخر كيكون عنده تاثير كبير، فالحقونه ديال المياه السدود راه كتعرف واحد الانخفاض اللي هو كبير بالنسبه للبيئه بصفه عامه، كتاثر لان كيكونوا ميكروبات، كيكون تاثير ديال التلوث الى غيره اللي كيخلي الامراض تقدر تنتشر ايضا. وانتشار الامراض كتكون يعني عدم تساقطات كتكون خطيره، ماشي غير على الانسان بل على الحيوان، على الغطاء النباتي، على البيئه بصفه عامه. ايوا والله يرحمنا. وبالنسبة للمغرب بلادنا بصفة عامة، فالتأخر نتاع التساقطات عنده تأثير، لأن الفلاحة عندها واحد الرقم كبير في الدخل ديال البلاد وفي الاعتماد ديال الاقتصاد البلاد عليه، وهي فلاحة ماشي كاملة مسقية، فواحد النسبة كبيرة اللي هي كتعتمد على التساقطات. إذا فنتمنوا من الله تبارك وتعالى أن الشتا تلحقنا ونترحموا إن شاء الله، لأن واقفين عليها بزاف بحال اللي قلت، ولو غي نفسيا، باش حتى اللي غيستثمر من بعد كيكون مطمئن على الاستثمار ديالو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب،
وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.